قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني إنه تم ترخيص 91 مشروعا جديدا منذ بداية العام الحالي. وأضاف الوزني خلال عرض للفرص الاستثمارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز ومجموعة من المستثمرين أن المشاريع المرخصة توزعت على القطاع الصناعي ب 53 مشروعا و 22 مشروعا لتكنولوجيا المعلومات و 29 أو عفوا و 9 مشاريع للسياحة و 7 للصحة. ومعنا الحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن زيارة رئيس الوزراء لهيئة الاستثمار معنا رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. إذن دكتور سأبدأ بما هي أبرز تفاصيل هذه المشاريع التي فعليا تم إنشاؤها منذ بداية العام وحتى الآن منذ منتصف العام. شكرا أخي عبد الله. الحقيقة يعني هذه الزيارة الرابعة لدولة رئيس الوزراء لهيئة الاستثمار، منهم زيارتين التقى فيهم بالمستثمرين، واليوم كانت هذه الزيارة التقى فيها مع مجموعة من المستثمرين الجدد اللي دخلوا في مشاريع جديدة من بداية العام حتى نهاية شهر 6. 52 مشروع جديد خلال فترة من آذار لحزيران، و91 مشروع بشكل عام من بداية هذا العام. كما أشرت أخي عبد الله، المشاريع تنوعت بين الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصحة وأخرى، من ضمنها كما أشرت 53 مشروع في الصناعة و22 في تكنولوجيا المعلومات و9 في السياحة و7 في الصحة والمشاريع الأخرى. الجميل أنه العديد من المشاريع، نتحدث عن حوالي 52 مشروع جديد تمت خلال الفترة من آذار لحزيران، أي خلال فترات الإغلاق والحظر، مما يشير إلى الثقة والاستقرار الكلي في المملكة، وهو ما أشار إليه دولة الرئيس. في الباحثين عن فرص استثمارية وجدوا بيئة آمنة مستقرة في المملكة، وبالتالي بدأوا مشاريع جديدة حتى خلال فترة الجائحة. دكتور، يعني هذا الموضوع تحديدا هو ملفت، لأنه نتحدث عن مشاريع اقتصادية واستثمارية. هناك من قرر دفع هذه النقود في وقت كان الجميع يحاول الانكماش والعودة إلى الخلف والترقب. يعني ما هي طبيعة هذه المشاريع التي تم الاستثمار فيها فعليا خلال فترة الجائحة؟ يا سيدي، خليني أول شيء كمان أشير لشيء مهم أخي عبد الله. لما نتحدث عن 52 مشروع بحدود استثمار 50 مليون دولار، وأن هذه المشاريع حسب الإفادات من المستثمرين ستخلق 1110 وظائف جديدة. هذه المشاريع اليوم كانت في مثلا الصناعات المتعلقة في المطهرات والمعقمات، في الصناعات البلاستيكية، حتى في صناعات الملابس، وخاصة ما يتعلق في الوقاية الصحية والمستهلكات الطبية، وبعضها حتى في مجال المواد الغذائية. وبالتالي يعني تنوعت هذه المشاريع، وإحنا سعداء أنه كان في 17 مشروع الحقيقة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا، وهذا إشارة واضحة أنه هذا القطاع الواحد أيضا كان من القطاعات اللي ولدت فرص استثمارية جديدة، مما يشير إلى الاهتمام باستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة. نعم دكتور، هذه المشاريع من ضمن الخارطة الاستثمارية التي كانت الهيئة قد أعدتها، أم أن يعني هناك من بادر بإعداد مشاريع جديدة وتقدم فيها إلى الهيئة؟ سؤال مهم للغاية الحقيقة. الجميل أن مجموعة كبيرة من هذه المشاريع كانت مبادرات من المستثمرين اللي وجدوا فرص تم اقتناصها إذا صح التعبير والبدء فيها داخل المملكة. فجزء كبير من هذه المشاريع كانت من خارج الخارطة، لكن تقريبا النصف كان ضمن الفرص الاستثمارية اللي تم الإعلان عنها، والخارطة الاستثمارية السابقة اللي كان أيضا تم الإعلان عنها في الهيئة. دكتور، هذه المشاريع بحسب الدراسات التي قدمت للهيئة ضمنت الاستمرار خلال الفترة القادمة حتى بعد انتهاء هذه الجائحة يعني إن شاء الله، أم أنها هي ستكون شيء أو استثمار موسمي؟ لا، الحقيقة لما نطلع على طبيعة هذه المشاريع ونتحدث عن نوعية فرص العمل التي خلقتها، هي تتواءم مع التوجهات اللي نتحدث فيها عن مفهوم التعافي والمنعة، أي أنها استثمارات دائمة مستدامة تنظر إلى مستقبل داخل الاقتصاد الأردني، وأيضا الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني بالتصدير إلى خارج الاقتصاد سواء للمنطقة أو للعالم. فهذه المشاريع من ضمنها مصانع مستمرة الحقيقة
في الإنتاج وفي توليد الفرص التوظيف وما شابه. نعم دكتور، كيف توزعت جنسيات المستثمرين؟ كان منهم جنسيات عربية وأجنبية أم أنه من الأردنيين؟ هي مشاريع متنوعة فعلا بين استثمارات أردنية، وبحب أشير أن معظمها استثمارات أردنية الجزء الأكبر، لكن عندنا مجموعة من المستثمرين من سوريا ومن مصر ومن العراق ومن بلغاريا، فبالتالي كانت متنوعة، لكن إحنا سعداء أيضا أن الحجم الأكبر كان استثمارات محلية أردنية من مواطنين أردنيين ومستثمرين أردنيين داخل الأردن وخارج الأردن. دكتور، إذا أردنا الدخول في تفاصيل هذه المشاريع التي نتحدث عنها، 91 مشروع، يعني بدأت في العمل أم أن هناك جزء منها يعني لا يزال تحت الإنشاء؟ البعض منها ما زال تحت الإنشاء، البعض منها فعلا بدأ بالإنتاج. يمكن لاحظتوا لما كان الحديث مع معالي وزير الصناعة والتجارة عن مثلا صناعة الكمامات في المملكة اللي وصلت اليوم لثلاثة مليون، هذه كلها معناتها خطوط إنتاج تم استيرادها وبدأ عملها بالفعل داخل المملكة. في مجموعة من المشاريع اليوم بدأت باستيراد الآلات والمعدات والمستلزمات وانطلقت من المناطق التنموية أو خارج المناطق التنموية. دكتور، هذه المشاريع استفادت من فكرة الاتفاقيات الموقعة ما بين الأردن والدول المجاورة أم أنه كان هناك مشاكل مثلا بالاستيراد والتصدير للأدوات وأيضا المواد الأولية؟ لا، الحقيقة جميع هذه المشاريع أولا استفادت، بدي أحكي من الحوافز المختلفة اللي يقدمها قانون الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، وبالتالي فعلا تم استيراد آلاتها ومعداتها ومستلزماتها بسهولة ويسر، بالإضافة أنها استفادت من الاتفاقيات اللي الأردن خرط فيها منذ فترة، وبالتالي أيضا كان هذا حافز وداعم لهذه المشاريع للقيام والبدء بالأعمال. نعم، رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.